جديدة من حلقات شارع النهار على قناة النهار. شارع النهار بيجي من السبت للأربعاء الساعة 5 والإعادة بتيجي الساعة 2:30. النهاردة الحلقة في حب رسول الله. كل الحلقة النهاردة هنتكلم فيها على المولد النبوي وهنتكلم فيها على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وهيبقى معانا مفاجأة. خليني أمشي معاكم كده من أول الفقرات هتمشي إزاي في حلقة المولد النبوي وفي حلقة في حب رسول الله. أول فقرة معانا هي فقرة المطبخ. هيبقى معايا الشيف هدى رشاد. الشيف هدى رشاد هتعمل لنا حلاوة المولد وهتعملها في البيت، وعايز أقول لكم إن هي هتعمل حاجات كتيرة جدا، هتعمل الشكلمة وهتعمل الحاجات اللي احنا دايما متعودين نجيبها من بره. فبما إن ناس كتيرة جدا ساعات بتكسل اللي هي تعمل حلاوة المولد، فقلنا بقى هيبقى معانا أمير الحسيني. أمير الحسيني هيكلمنا النهاردة على حلاوة المولد، إيه أكتر حاجة بتتباع وإيه أكتر حاجة ما بتتباعش، إيه التطور اللي حصل في حلاوة المولد الفترة اللي فاتت، هل البلاد اللي بره عملوا حاجات جديدة ولا هم بيقلدونا ولا احنا بنقلدهم. هيكلمنا في حلاوة المولد وفي التطور بتاعها. الفقرة الثالثة هيبقى معانا اتنين منشدين لسه مبتدئين كده، هيبقى معايا احمد عاشور وايمان محمد، هيغلونا كده او هينشدولنا حاجة في حب رسول الله. ومن ضمن الحاجات الفقرات اللي هتبقى موجودة النهاردة في حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشرفني ومنورني يوسف عادل صاحب مبادرة المصري بأخلاقه، وهو هيقول لنا على الصفات بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم على قد ما نقدر، وهيقول لنا ازاي نحب الرسول في حياتنا اليومية. آخر فقرة بقى وهي مفاجأة لشارع النهار ومفاجأة لينا كلنا، هيبقى مشرفني ومنورني من أهم المنشدين اللي موجودين في مصر وفي العالم العربي، زجزاج. زجزاج هو منشد انتوا هتسمعوا صوته وهتبقوا حاسين انك انتوا في حتة تانية خالص. هيعمل لنا النهاردة أحسن الأناشيد وابتهالات هتبقى حلوة جدا جدا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أكتر الفقرات اللي هتحسسكوا كده بنوع من أنواع الشجن. النهاردة حلقة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، استنونا فقرات كتيرة جدا في شارع النهار على قناة النهار. استنونا. ورجعنا لكم الفاصل، ومشرفني ومنورني دلوقتي هدى رشاد. هدى رشاد النهاردة هتعمل لنا حلاوة المولد. ازيك يا هدى؟ أخبارك إيه؟ هدى يا جماعة عندها صفحة، عندها قناة على اليوتيوب اسمها شيفيستا. دخلت بصيت طريقة عمل حلاوة المولد، لقيت بقى هدى عاملالي ملذ وطاب أنا والمشاهدين، فقلت لها هتيجي معايا النهاردة وهي ما كتبتش خبر. شرفتيني. أنا أسعد بجد والله. قولي لنا بقى أنت هتعملي إيه، لأن أنت النهاردة معانا طول اليوم صح؟ إن شاء الله. يلا. طيب أول حاجة هنعملها الفولية والسمسمية لأن دي أشهر حاجة يعني. تمام. أنا عندي هنا حلة، الاول باخدها على البارد كده. صوتك شويه بعد اذنك. تمام. حله باخدها على البارد كده، بحط كوبايه سكر ونص كوبايه ميه. ايوه. وثلاث ارباع كوبايه عسل جلوكوز. عسل جلوكوز. وده بيتجيب من عند العطار. من عند العطار. حلو قوي. تمام. هو بس بيبقى ماسك شويه. اوكي. عسل الجلوكوز ده هو اللي بيخليها تمسك. اوكي. يعني هو اللي بيخليها تقرمش. يبقى انت النهارده حطيتي السكر. اوكي. كوبايه سكر وثلاث ارباع كوبايه عسل جلوكوز ونص كوبايه ميه. اوكي. مش لازم يبقى عندك زبده قوي، خلاص مش مشكله. هاتي انا هساعدك. خلاص هو بس بيلزق شويه. مش مشكله. يلا بينا. تمام. هنحطهم على نار عاليه او وسط يعني. تمام. ونستنى بقى لحد ما كله يدوب في بعضه. يدوب في بعضه ويغلي، وبعدين هنشوف بقى القوام بتاعه عشان يطلع بيقرمش مظبوط. حلو قوي. تمام. فدي هنسيبها على النار شويه، نقلب فيها يعني كل فتره والتانيه كده. دي اللي هي السمسميه والفوليه. السمسميه والفوليه. الفوليه الفول عندي، الفول السوداني عندي كوبايتين، والسمسم عندي برضو كوبايتين. حلو. على المقدار ده هنقسمه على الاثنين دول. طيب معلش انا اسف، عايزك تقولي للناس تاني كله على بعضه بقى. تمام. على النار عندي كوبايه سكر، تلات ارباع كوبايه عسل جلوكوز، ونص كوبايه ميه. هايل. وكوبايتين سمسميه وكوبايتين فوليه. بالظبط. حلوه قوي. السمسم بيبقى محمص مش الابيض. اوكي. تمام. عشان بقى يبقى انا عايزاه دايما دافي عشان لما احط عليه ده ما يقفش على طول. أوكي. فانا مشغله دول على هادي خالص، هحطهم كده عشان يبقى دافي معايا. يبقى دافي ما يمسك بقى كله في بعضه. عشان لو هو مش دافي
هيمسك معايا جامد اول ما احط عليه العسل، وانا عايزاه يبقى لين شويه لحد ما افرده. مين اللي علمك الحاجات دي يا هدى؟ والله دي هوايه. انت كده قعدتي تقري مع نفسك وعملتي؟ بجرب. انا عايز اقول لكم ان انا جربت السمسميه وخليت كل الناس تجربها، كل الناس ما صدقوش ان هي معموله في البيت. فانتوا بقى اتبعوا الوصفه. اهلي برضو لما دقوها قالوا لي لا دي احلى من بتاعت بره يعني، بس ان شاء الله نعملها كويس. لا ان شاء الله هتبقى زي الفل، انا متاكد، انا واثق فيكي، ما تقلقينيش. طيب وهتعملي لنا ايه تاني؟ يعني انت كملي زي ما انت عايزه. تمام، هنعمل الشكلمه. اوكي. والقشطه. والقشطه. انا اول مره اعرف القشطه دي حلاوه مولد. انا يعني عارف الملبن. هو في ناس بتحبها قوي يعني، هي عامله زي المارشميلو شويه بس يعني تحس انها حاجه شعبي اكتر. حاجه شعبي، حاجه اورينتال اكتر يعني. بالظبط. اوكي. تمام. بس عايزه وبتقعد قد ايه بقى على النار الخليط اللي انت حطيتيه في الاول؟ احنا ممكن نعلي على ده شويه. اعلي لك عليه؟ تأمري يا فندم. شكرا. سلام. دخلت بقى النهارده يا جماعه لقيتها على اليوتيوب عماله بقى تعمل ايه؟ فوليه وايه البتاع المضوء؟ الابيض. قرص حمصيه. وقرص حمصيه وقرص سمسميه، صح؟ في حاجه اسمها كده؟ بيضه. اللي لونها سمسميه بيضه. سمسميه بيضه عامله كل الكلام ده. انا طبعا عشان ما ليش في المطبخ فانا يعني بهرت بقى. لقيت كومنتس غير طبيعيه في شيفيستا، عمال شيفيستا صح؟ عامله قناه على اليوتيوب اسمها شيفيستا. اوكي. طيب احنا ندهن الصاج ده زيت عشان لما نيجي نفرده بعد كده ما يلزقش معانا ونعرف نخرجه. اوكي. تمام. يعني كل حاجه لازم تبقى متحضره عشان لو الجو ساقعه هتلاقيها مسكت بسرعه. اوكي. علشان بتقولي العسل الجلوكوز ده. اوكي. يعني مع الهواء بيمسك. اوكي. تمام. ساح كده ولا لسه يا هدى؟ لا ده هو لسه كده قدامه شويه. طب مش مشكله. طيب. تقولي للناس على الحاجه الثانيه ولا لا؟ تمام، بس يعني انا خايفه يحصل له حاجه. لا خلاص يبقى احنا معانا. قولي لي انت بتحبي ايه تاني تعمليه في المطبخ يا هدى؟ انا بعمل الاكلات العاديه كلها، بس اكتر حاجه بحبها هي المكرونه او الباستا. بتحبي المكرونات؟ يعني هتجي لنا في مره تعملي لنا مكرونه؟ خلاص يا ريت. ده شرف ليا ان انت تجي لنا تعملي لنا مكرونه. ربنا يخليك. طب وجوزك بيدخل المطبخ؟ بيعرف يعمل اكل؟ الاول ما كانش يعني عنده جرأة ان هو يعمل حاجه وكده. بس كانش عنده جرأة ولا كان خايف يدخل المطبخ منك؟ لا مش مني والله. بالعكس. هو بعد كده بقى انا بقيت اكسل وهو يشجعني ان انا. بجد والله؟ ايوه كده عايش. ساعات هو بيعمل ويقول لي لا انا اللي هعمل الوصفه. إيه دي مالكيش انت. اكله هو بيحب يعملها او بيعرف؟ بيحب المكرونه البشاميل جدا برضه. يعني انتوا عيله مكرونه حتى سؤال. عايزاني اوطي ولا تمام؟ شويه. اوكي. هي المفروض بتغلي كده ولا لا عشان اقول لنفسي؟ بتغلي. هي المفروض تفضل تغلي وانا بقى يكون جنبي بوله ميه زي كده. انا وطيت لك على الاخر خالص. لا خليها وسط. وسط يعني تلاتة مثلا. تلاتة. تحبي ارش لك تحبي ادلق لك الميه ولا مش ولا مش تحطي ميه اصلا؟ لا انا البوله ديت المفروض ان انا هختبر فيها العسل دوت. وانا ينفع احطها هنا عادي؟ حطيها عادي، بس حاسبي ايديكي بس ما تتلسعش يعني. طيب وده كله اهو ابتدى يدفى شويه. ايوه. طيب هي لسه في الاول، بس عشان يعني الناس تعرف بحط كده. الكاميرا جايبه اهم حاجه. هي كده لسه سايله خالص. لا فهميني اكتر. تمام. بص انا حطيت حبه هنا في المايه البارده دي. عشان هي ما بتيجي على المايه البارده بتمسك. لما تمسك تبتدي تبقى عامله زي الجيلاتين. لما تمسك بقى وتتقطم معايا شويه هي كده مظبوطه. انما ده اختبار. ده اختبار بالظبط. انا بيبقى جنبي البوله وبقلب كده على طول وبختبر يعني كل شويه. هي بتاخد حوالي 10 دقائق ربع ساعه. 10 دقائق ربع ساعه. خلاص احنا معانا وقتنا، مش مشكله. ما انت معانا طول الحلقه النهارده. طب وقولي لي ايه اكتر حاجه انت عندك في البيت عيلتك كلهم بيحبوا ياكلوها في حلاوه المولد؟ في حلاوه المولد الفوليه طبعا. الفوليه. بس انا عايز اقول لك ان انا ملياش فيهم، بس اول ما اخد قطمه ابتدي اكل كل اللي موجود قدامي زي رمضان كده. تبقي الواحد مش قادر ياكل حلويات خالص. أيوة. واول ما يجي ياخد الحلويات يبقى دايس فيها. اصل هي ما بتبقاش مسكره قوي يعني. انت ما بتعمليهاش مسكره قوي؟ لا هي يعني هي اوريدي كده. انا بحس ان هي يعني. ايه رايك في عرايس المولد دي؟ دي تطور عرايس المولد من ساعه ما كانت حلاوه. عارفه انت ده؟ أيوة. من ساعه ما كانت سكر لحد ما ابتدت تتطور
بتصور اشكالها لحد دي اخر حاجه وصلت يا هدى صح؟ اه متهيألي كده. اه دي اخر، بس دي شكلها برنسيس، دي شكلها دمية للاطفال، ما مش حلاوه المولد خالص. بس هي يعني بتتعرض، هي دلوقتي بقى شكلها اختلف، يعني العرايس شكلها اختلف جدا عن الاول. الاول كان هي ثلاث دواير ديت، اهي 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 كان في ثلاث دواير اهو. استنى اما اعدلها لكم، كان في دي اهي ثلاث دواير دي، وبعدين بقى ابتدى يطلع لها كذا دايره، وابتدى يبقى فيه بقت من غير دواير دلوقتي. دلوقتي من غير دواير بقت عروسه عروسه. وتخيلي بقى لسه لسه الكالتشر او لسه الثقافه، الناس كلها بتحب تجيب عروسه المولد كانت كده. ودي على فكره دي لسه الحلاوه دي بتبقى كلها بيعملوها زي اسطمبات وبتتباع بقى، بس بتتباع بقى في المناطق اللي هي مسقط راس بقى السيده، السيده عيشه، الحاجات دي كلها القديمه. ايوه اه تبقى انا هدوق منها، بس مش هدوق منها دلوقتي، لازم اخد حاجه. هدى الاول قولي لي وصلنا لفين يا هدى دلوقتي؟ هتعملي التست اللي هو اهم تاني. حاجه. بس يعني هي لسه قدامها شويه، بس تصدقي ابتدت غير الاول. ايوه بصي بدات ان هي ايه تبقى حته يعني. طب استني بس عشان الناس تشوفها، اعملي نفس التست ده تاني معلش. لا ايوه استني حته جديده تاني. عشان معلش ابداي تاني. سخنه قوي؟ لا مش سخنه خالص. طب اعملي التست ده تاني لان ده اهم حاجه. اهي ناخد حبه كده زنانين ونحطه كده في الميه. ايوه تمام. وبعدين ايه هنشوفها بقى كده، هي لسه خالص يعني لو الكاميرا جايبه انا حتى مش عارفه امسكها هي عشان هي طريه خالص لسه. اه انت محتاجه تخليها زي ستيكي كده او زي في لزجه كده. اعرف امسكها. اوكي تمام. طب ما تيجي نعلي النار ولا غلط؟ آه لا نعليها. نعليها نعليها اهو. هي بس النار احنا عندنا النار جامده جدا يا اما هاديه قوي يا اما عاليه قوي. طب وقولي، طب ما اقول لك على فكره حلوه جدا. ايه الوصفه الثانيه اللي انت المفروض هتعمليها؟ الشكلمه. طب قولي للناس المكونات على البارد. طب قولي للناس المكونات. عندي نص كوبايه سكر. ايوه. وبحط عليهم ثلاث بيضات كاملين وفانيليا تمام، يعني معلقه فانيليا صغيره، ممكن فانيليا سكر او فانيليا اللي هي الليكويد اللي هي السايله. السايله تمام. وعندي مكونات الجافه ربع كيلو من جوز الهند، وعندي معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. اوكي حلوه قوي. هنعيدها تاني، هنعيدها لكم تاني تمام. بس هي تخلص السمسميه والفوليه تمام. هنعمل تيست تاني، عايزك تاخدي وقت خالص. تمام، هي دي اللي بتاخد وقت بس. مش مشكلة ولا وقت ولا أي حاجة، ابتدى يدفى شوية. أنا بقى عايزاه دافي على طول عشان ما علشان إيه بقى؟ أنا برضو عايزين نفضل كل شوية نفكر الناس. علشان ما يمسكش على طول، لو ده بارد والمفروض إن ده كمان يبقى دافي على فكرة. بجد؟ اللي هو الصح. اللي هفرد فيه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انت لازم تفردي في ده ولا ممكن في حاجات؟ بص هو عشان ده حرفه صغير فالنشابه تمشي فيه، لكن لو في صينيه حرفها كبير زي كده مش هعرف اعمله بالنشابه. طب دي حاجات مهمه. يعني حلاوه البولت بقى ست بيت اصيله يعني. ما تهزرش هدى. طيب ايه رايك ناخد فاصل؟ ماشي. انت لسه قدامك شويه صح؟ شويه. طيب ناخد فاصل وناخد الفقره وكده ولا كده؟ هدى لسه معانا لحد اخر الحلقه، لحد ما تطلع لنا بقى السمسميه والفوليه والشكلمه وكل حاجه في الدنيا. ها نطلع؟ ماشي. طيب فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار، استنونا. ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي مشرفني ومنورني في شارع النهار يوسف. ازيك يا يوسف؟ حسام ازيك؟ عامل ايه؟ الله يكرمك زي الفل. يوسف هو صاحب مبادره المصري باخلاقه، وكان معانا في حلقه قبل كده كنا بنتكلم على ولا تنسوا الفضل بينكم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اكثر الانبياء تسامح، ومن اكثر الاشخاص برضه تسامح وكل حاجه. فالنهارده بقى بما اننا بقى حلقه كده في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول لنا على سنه الرسول، وقول لنا ازاي نحبه في حياتنا اليوميه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجمل حاجة إن احنا نحول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال في حياتنا. أوكي. يعني جميل قوي إن احنا نبدأ نربط أولادنا ونربط الأجيال كلها اللي جاية، إن هي تبدأ في البداية تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. لما الإنسان يا حسام بيرتبط بحد قوي يبدأ يحبه، لما الإنسان يعرف إن الشخص ده، أنا عارف إن حسام بيحب يوسف قوي، فشيء طبيعي جوايا، أنا إنسان بالفطرة لما الاقي حسام بيحب يوسف قوي انا هحبك قوي، وهبقى بتودد اليك جدا، وهبقى حابب ان انا اسمع صوتك واسمع عنك وحاجات زي كده كتير. النهارده في المولد النبوي الشريف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الجميل،
ان احنا النهارده الناس كلها والاجيال اللي جايه دي كلها تعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف بعض المواقف الجميله اللي بنتعلمها من النبي، فنبدا قلوبنا ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول بس حته في البدايه ان سيره النبي شويه بقينا بعيد عنها، ان احنا ما بنعلمهاش لاولادنا. فيجي يوم زي ده حسام وتلاقي البرنامج بتاعك الجميل بيتكلم عن المولد النبوي وحلاوه المولد وحاجات زي كده، هم يا عيني الاجيال دي مش فاهمه، هم مش فاهمين احنا بنتكلم عن مين وايه حلاوه المولد وايه الكلام ده، واحنا ما سمعناش الكلام ده قبل كده وما دخلناش قوي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عارفين ان النبي بيحبنا قوي وخايف علينا قوي، والنبي عاش طول حياته عنده رساله ان احنا كلنا نبقى معاه في الجنه، ان احنا كلنا يشفع علينا عند ربنا ويدخلنا معاه الجنه الفردوس الاعلى. فازاي نحب النبي نعرفه؟ رقم واحد في الفقره بتاعتنا، عشان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم نعرفه. نعرفه ازاي؟ هنتعلم النهارده بس شويه مواقف كده بسيطه قوي، موقفين او ثلاثه بكتير، يعني مش هنكتر على المشاهدين، لكن عشان يبقوا عارفين بس ايه، نطلع بثلاث حاجات. اول حاجه انا عايز اجيب النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما فقد ابوه، وهو من قبل ما يتولد اصلا، ووالدته وجده والكلام ده. النبي كان عنده معنى كده، ربنا لما بيعده ان هو يكون رسول لربنا، فكان بيشتغل، كان بينزل مع عمه ابو طالب ويشتغل بيرعى الغنم. راعي الغنم بيبدا يكبر عند الشخص الرجوله، انه يبدا، وكمان في صحراء بقى انت عارف الطبيعه، طبيعه الصحراء، فبيبدا يتحمل المسؤوليه. فعلشان كده كتير بفضل اقول للشباب ايه، تعالوا نتعلم بس من حياه النبي وهو غلام، انه كان شغال وكان بيتعب وما كانش كل دماغه ان انا العب وان انا اتبسط وان انا كذا. ممكن نعمل ده، لكن في نفس الوقت لازم يبقى في جزء في حياتنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاد، كان بيشتغل، كان بيتعب، كان بيتعب في الحاجه اللي بيشتريها. النهارده ممكن يبقى عندنا مشكله ايه، ان انا عايز اغير نوع الموبايل، العربيه مش عجباني، مش عارف ايه، وفي الاخر لما بنطلع ما بنتحملش قوي حته المسؤوليه، ولا احنا فاهمين يعني ايه التعب ويعني ايه الشغل ويعني ايه اكسب فلوس بتعب شديد قوي. النبي تعب، والنبي شاف مشاكل كتير، والنبي بقى يتيم، والنبي بعد ما امه توفت فجده عبد المطلب وراح عاش مع جده عبد المطلب، وبعد كده مات على طول فراح لعمه. فالحياه صعبه علشان خاطر يطلع النبي صلى الله عليه وسلم اول شخصيه مؤثره في العالم. يعني النهارده عشان النبي يدرسوا شخصيته، حتى غير المسلمين على فكره لما يدرسوا ان قائد للنبي، ما كانش الموضوع سهل. يعني خلي بال حضرتك، اي انسان ناجح احنا عارفينه تاثيره، تاثير لحظي، تاثير في حاجه معينه. النبي ما شاء الله تاثيره في كل حاجه، من هو طفل، اب، قائد، معلم، كل زوج، جد، كل حاجه تلاقي نجح فيها. لازم نبدا نشوف حياته في المواقف دي كلها عامله ازاي ونتعلم منه. الحاجه المهمه جدا بقى، واخد من ده واخد منك من ده يوسف، انا بعدها اخد منك من ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو احنا بنستسن بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بما انه كان مسؤول جدا من صغر سنه، يبقى اي حد في الدنيا انت اكيد هيقابلك عقبات. يعني عندك الرسول صلى الله عليه وسلم هو تعب وكافح وكل حاجه كانسان علشان يوصل لمرتبه ان هو يبقى اعظم خلق الله. فاكيد لو انت وقعت في مطبات، لو انت حصل لك مشاكل، لو الناس عادتك، لو ده، فانت اكيد ربنا عادل وكامل وانت صلحني. فبما ان ربنا عد الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يوقعه في حاجات كتيره جدا علشان يبقى قائد واشرف خلق الله، يبقى انت يوم ربنا يبقى يحصل لك مشاكل او عراقيل او اي حاجه، اكيد اكيد ربنا عادل، يبقى هو بيعدك لحاجه عاليه. فما تستسلمش، استسن بسنه رسول الله بالمسؤوليه. الله عليك، عدم الاستسلام. يعني هو ربنا مش كان قادر ان النبي يجي بقى حد جاهز وبتاعه وكله زي الفل تمام، لكن سنه ربنا في تربيتنا احنا كمان ان ما فيش حاجه بالسهل، زي ما حضرتك قلت كده حسام، اللي هو الايه، اللي هو الطريق مش هتلاقيه مفروش بورد، في صعوبات وفي حاجات فلازم تتحداها. النقطه الثانيه والحلوه قوي اللي نفسي نطلع منها من المولد النبوي، ان احنا النبي فاكرين لما كنا بنفضل نقول النبي كان كل شويه بيروح غار حراء، النبي كان كل شويه بيروح، وكان على فكره اللي راح هناك المسافه بعيده قوي، ده بيقعد مسافه كبيره جدا عشان يوصل، ويقعد بالايام قاعد كده، ما كانش لسه نزل عليه الوحي. هو النبي كان بيعمل ايه؟ النهارده عشان العلم، النهارده بقى الناس بتطلع تعمل التامل وتبدا تقعد وتفكر، ورحلات زي ما انت عارف يا حسام، المديتيشن، التفكر، المديتيشن اللي هو التفكر. في ناس دلوقتي بقت تسافر بتقول لك هعمل تريت، اللي هو بيروح يقعد يتفكر في البحر او كده. فالرسول على غرار ده كان بيعمل ده، بس في غار حراء للتعلم والتفكر. شفت يعني من كام سنه، فكان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم كده اولا، ودي حاجه حلوه قوي.
ان احنا بنتخلص من مشاكلنا البشريه، ما بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. احنا النهارده في 2019 محتاجين نعمل ايه؟ النهارده موبايلاتنا والسوشيال ميديا وحاجات زي كده كتير، احنا محتاجين نفصل، نروح نفكر زي ما النبي كان بيروح وقاعد بيفكر، وكان لسه مش نبي، وكان لكن ما كانش ناسي نفسه، ما كانش ناسي ان هو يقعد ويفكر في الكون ده. الكون ده ليه حد خلقه؟ الكون ده في حد بيديره؟ الكون ده كذا كذا كذا. قاعد بيفكر، قاعد بعد عن الناس وبعد عن مشاكل الناس وبعد عن هموم الدنيا، وبدأ يخلو بنفسه علشان خاطر يبدأ يشوف الصح والغلط. نطلع من ده بإيه؟ إن ما تقوليش الدنيا وحشة، وما تقوليش طب أنا أعمل إيه، وما تقوليش ده أنا أصحابي كلهم وحشين، ما تقوليليش أصلا أنا أصحابي البنات كلهم مصاحبين ومش عارف بيعملوا إيه. طب ما هو النبي كان بيمشي بعيد ويبدأ يفكر ويراجع نفسه وبعد كده يرجع تاني. الحاجة الحلوة اللي حصلت أول لما سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي طبعا خاف زي ما كلنا عارفين، ويعني وضمه سيدنا جبريل وقال له اقرأ ما أنا بقرأ. القصة اللي كل الناس عارفاها، بس أول ما النبي طلع يجري راح لمين يا حسام؟ السيدة خديجة مراته. راح لمين؟ لزوجته. راح لمين؟ لامرأة، عشان بس إيه؟ حدش يقول، مش كان ممكن يروح لأي حد تاني؟ بس هو راح ليه للسيدة خديجة؟ وخلي بالك شوف رد السيدة خديجة دي لكل أم بقى في بيت وكل أخت وكل امرأة. اولا النبي صلى الله عليه وسلم واسلامنا وديننا كبرك قوي، وانت حاجه كبيره جدا اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم السيده خديجه. فما قالتلوش ايه، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، طب مش عارف ايه، لا لا، ده بدات والله بكلام رهيب جدا، والله لا يخزيك الله ابدا، ما تقلقش، اليقين في الله طبعا، اليقين. وبص الامراه، يعني امراه بتثبته، اللي هو ما تخافش، ده انت بتصل الرحم، ده انت بتسال على كل قرايبك، ده انت بتقف جنب الضعيف، ده انت لما بيجي لك ضيف بتكرمه. ده خلي بالك هي بتعمل ايه، هي بتفكره بالحاجات الحلوة اللي هو بيعملها، فهو بدأ ايه يطمئن. انت عارف يا يوسف، ده موجود في البرمجة اللغوية، انك انت الله. لما حد بيبقى جاي وهو ابنك او بنتك او اخوك او جوزك او اي حد، هو داخل عليك وهو بيبقى متوتر كده، بيقولك اول حاجة ايه، امتصه، اهدى عليه كده. ده موجود، ده علم اسمه البرمجة اللغوية الله. يبقى ما السيدة خديجة تقابل زوجها وتقول له انت بتعمل زي الام، ما تيجي تقول لي ايه مثلا، حسام انت كويس، انت طيب، انت كده بتهديني. ده موجود علم. فسبحان الله، احنا الاصل بتاعنا كتاب الله ورسوله طبعا. فلما عملت معاه ده اطمئن، صح؟ معلش انا بحب دايما اسقط سيره النبي في حياتنا. النهارده لما الزوج بيبدا يروح بيته متضايق، مخنوق، عنده مشكله، يا ترى بيلاقي زوجته او بيلاقي والدته او بيلاقي اخته واقفين كده؟ خلي بالكم السيده خديجه هي بتمثلكم كلكم طبعا. خلي بالك يا حسام، سيرة النبي وتصرفات الصحابة بعد كده، هو كل ده عشان احنا ماشيين على كتالوج، يعني هم في الاخر بيحطوا لنا نظام احنا ماشيين عليه. فهي لما عملت ده المفروض ان كل امرأة النهاردة تعمله. تخيل انت النهاردة انت تعبان ومروح بيتك لقيت الاستقبال ده، قلقان من حاجة، في مشكلة في شغلك، مش عارف ايه، فلقيت زوجتك او اختك او مامتك بتقولك ايه، لا اهدى، ما تقلقش، مش انت عملت اللي عليك، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، مش انت تعبت، مش انت اجتهدت، سيبها على الله. هتقول لك اوعى تفكر ان حد ممكن ياذيك، محدش هيقدر يعمل لك حاجه في الدنيا دي الا ربنا كاتبه لك، وتبدا تفكرك بده. بالله عليك انت متخيل ان في واحد هينزل من البيت متضايق؟ لا طبعا. او هينزل من البيت خايف، او هيبدا يفكر في القلق اللي حواليه؟ لو اتعلمنا بس برضو الحته دي يا رب على اللي هيحصل معانا بجد في بلدنا ومع كل الناس والله العظيم، ان احنا نرجع تاني لسيره النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف قد ايه ان النبي كان حد كده، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ده للعالمين كلهم والله، مش للمسلمين، ده لكل الناس، ده كان رحيم بكل الناس قوي. لا انا اسف، هو مش كل الناس، بس هو رحيم بكل المخلوقات طبعا، ده للعالمين. اما جينا بصيت على كلمه العالمين لقيت ان العالمين تندرج على الحيوانات طبعا، تندرج على البني ادمين. ما فيش بني ادم يفتكر ان هو رحيم بالبني ادمين ويجي مثلا يضرب كلب، معلش انا اسف، لان هو الرحمه لا تتجزا. هو الكلب ده بني ادم، كلب سوري، في حيوان في روح. اما حد يجي يضربني بيقطع ودني، هو الكلب على فكره بيحس. فانا ارسلناك رحمه للعالمين، يعني الدواب، يعني الانسان، يعني كل حاجه ربنا خلقها على وجه الارض، لان دي برضو حاجه مهمه جدا. الرسول كده. يوسف عادل انت شرفتني ونورتني في شارع النهار. مش هقول لكم فقرات كتيره لان هروح اشوف هدى عملت ايه في المطبخ. يا هدى احنا مشينا خضار. ايه بقى احكي لي. هو ده انت خلاص
الاول قولي لي على التست او الاختبار اللي انت عملتيه. تمام، هو الاختبار المفروض ان هو بعد ما يطلع من الميه بيتكسر معايا كده، شايفين بيتكسر ازاي؟ وريني كده معلش، يعني عامل زي الازاز شويه، اللي هو بيبقى تمام عامل زي اهو اللي هو كده اهو، شايفين الشكل عامل ازاي؟ عشان لما زي ما تكون يتقطع وبعد كده عشان يقطم معايا. يقطم معاكي وبعد كده انت يا هدى حطيتيها؟ حطيت نص ونص العسل اللي عملته ده على السمسميه وقلبت وفردتها. فردتيها باسمها ايه؟ بالنشابه. بس لازم يكون في زيت من تحت عشان اعرف اطلعها بعد كده. وعملت وطبعا سويتها بالسكينه على قد ما اقدر يعني. اوكي، ده انت يوسف هتاكل معانا اكل النهارده؟ يلا بينا يلا بينا. والفوليه نفس الكلام، حطيت نص العسل التاني على الفوليه وبرده فردتها بالنشابه، وبس لازم ان انا اقطعها وهي دافيه عشان لو سبتها تبرد مش هعرف اقطعها. لازم تقطعيها وهي دافيه. وهي دافيه عشان هتنشف، وبعد لو سبتها كده مش هعرف اقطعها بالسكين. حلو قوي. تمام حلو. طيب ايه رايكم بقى نطلع فاصل؟ انت كده خلصتي السمسميه والفوليه؟ انا كنت بدات في الشكلمه بس ما رضيتش اضرب بقى. لا استني استني، هنرجع من الفاصل نشوف هتعملي لنا الشكلمه ازاي. تمام. استنونا بعد الفاصل هنرجع لكم تاني، هدى هتعمل لنا الشكلمه ازاي وبعد كده هناخد فقراتنا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بقى وهنبتدي نكمل حاجات تانية مع هدى. ده كان الشكل اللي احنا عملناه في الفولية والسمسمية. يلا هتعملي لنا ايه دلوقتي؟ دلوقتي نعمل الشكلمة. عندي الله. هنا تحفة تحفة. عندي بولة فيها 3 بيضات ونص كوباية سكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. حلو قوي. تمام، هضربهم بالمضرب. انت عايزة البوتاجاز في حاجة تانية يا هدى ولا كده؟ هي دي على نار هادية بس. انما اقفل دول؟ وبعد كده اتكلمي معايا. طيب المفروض ان انا بضربهم لحد ما لونهم يفتح شويه. أوكي. ويبقى قوام البيض يعني اخف شويه. اوكي تمام، عشان انا مش بحط اي حاجه سايله في الشكلمه الا البيض والسكر والفانيليا، فلازم يبقى خفيف. اوكي معلش، ممكن تقولي للناس انت حطيتي ايه تاني؟ 3 بيضات. أيوة. نص كوبايه سكر، معلقه صغيره فانيليا. حلو قوي. وهتضربيهم وهتكوني مجهزه ايه بقى الناحيه الثانيه؟ هنا عندي ربع كيلو من جوز الهند، معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. حلو قوي. ممكن احط ذره ملح يعني لو عايزه ابرز الطعم، بس احنا هنا ما حطيناش ملح. خلاص لا مش مشكله. ده سهله قوي يا شكلها سهله جدا. وبعد كده المفروض بعد كده هتعمل لنا ايه؟ بعد كده هنعمل القشطه. اوكي، ده احنا هنهيص النهارده يا جماعه، ده احنا هنهيص، هناكل حلاوه المولد لحد ما ايه. تحفه وسهله قوي والله العظيم. حلوه قوي بالهنا والشفا. بتفضلي تضربيها كده قد ايه هدى؟ بس هو كده كفايه كده كده معقول يعني. وبعد كده قولي لنا بقى الستبس السريعه عشان انا لازم اروح لامير. طيب قولي لنا بس ستيبس كده. المكونات الجافه دي هحطها عليها وهقلب كويس. أوكي. وبعدين هدورها كده كور صغيره على ايديا واحطها في صينيه. لازم بس الصينيه تكون مدهونه زيت بسيط عشان لما تطلع اعرف اطلعها. يعني انت حطيتي البيض والفانيليا والايه الحاجه الثالثه معلش؟ نص كوبايه سكر. ونص كوبايه سكر وثلاث بيضات ومعلقه صغيره فانيليا، وبعدين ربع كيلو من جوز الهند ناعم او خشن مش هتفرق، ومعلقتين كبار دقيق، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وذره ملح صغيره. وتقلبي وتحطيها في صينيه فيها. اوكي، وتبتدي بقى تعمليها زي كور كده صغيره. لما اجي اكور بس ممكن اعمل ايدي بشويه ميه عشان ما تلزقش في ايديا. بس حلو قوي. اروح بقى لامير واجي لك تاني. تمام ماشي. ازيك يا امير؟ ازيك يا حسام؟ اخبارك ايه؟ تمام. رحنا بقى حلاوه المولد اللي بتتعمل في المطبخ لاصل بقى حلاوه المولد. هيكلمنا مشرفني ومنورني امير الحسيني. ازيك يا امير؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمني بقى عن حلاوه المولد اللي موجوده في السوق، انواع ايه؟ احنا عملنا هنا في شارع نهار، عملنا السمسميه والفوليه والقشطه. مظبوط. قول لي بقى بدات ازاي؟ ايه اللي موجود دلوقتي؟ الاسعار ايه؟ ايه لو حد رايح لحد دلوقتي هديه بايه؟ انا شايف ان انت جايب بوكسز كبيره عريضه. اشرح لنا في حاجات هنا اشرحها لنا. كلمنا بقى يعني، مايك معاك. ربنا يخليك. اولا كل سنه حضرتك طيب. حضرتك طيب والمصريين كلهم بخير يا رب. علينا وعليك. حلاوه المولد هي على فكره موجوده طول السنه في اماكن كتيره جدا، بس طبعا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بيدينا
الفرصه ان احنا يعني نزود شويه الانواع والاصناف. الاستاذه عملت الفوليه والسمسميه والشكلمه، دي اصناف اساسيه. انما طبعا في عندنا الملبن. الملبن من الحاجات يعتبر المصريين كلهم مجمعين عليها، يعني الملبن عين الجمل او اللي بيسموه الملبن الحبل يعني. في الفستقيه، المكسرات بقى الفستقيه واللوزيه والبندقيه. طب استنى بس واحده واحده كده. تمام. يعني ده مثلا دي اسمها ايه؟ دي البندقيه. دي البندق. دي البندق. اوكي. ده انا يا جماعه انا ههيص النهارده لو تسمح لي يعني. اهي دي البندقيه. مظبوط. نفس الفكره بالظبط زي السمسميه والفوليه، هي بتبقى يعني نفس طريقه التصنيع بس النوع الاختلاف في الحبوب بقى، ده فول ده سمسم ده حمص. وهي بتتطور كل سنه يا امير ولا؟ اهي ده شكلها اهي. هي بتتطور يعني كل شويه ممكن ينزل لك صنف جديد. يعني السنه دي احنا عاملين حاجه جديده بس هي الاقبال عليها كتير شويه. ف ايه بقى؟ البندقيه بالنوتيلا. ده انتوا ابتديتوا بقى. الموضوع ده اول سنه نعمله وفعلا وبتتطور بقى كل سنه زي فكره الكنافه بالمانجا في رمضان، الكنافه بالنوتيلا، الكنافه بالشوكولاته. هي الحلويات تعبت قوي معانا الحقيقه يعني بقى لنا فتره. انا شايف ان المانجا اكتر حاجه اتهانت في رمضان. مظبوط. طب وقول لي ايه وعليها اقبال فعلا؟ طبعا كبير. اوكي. كبير يعني. هو في بعض الحاجات النوتيلا اللوتس الكلام ده دلوقتي لما بيتقال اسمه الناس ما بتفكرش على طول، بيبقى في اقبال كبير عليه. ففكره بندقيه بالنوتيلا وفوليه بالنوتيلا برضو عاملينها بيبقى. بس انت كده يا يوسف احنا كده هنبتدي نفقد بقى شكل الاورينتال بتاع او الشرقي. بص انا اتقالت لي الكلمه دي بس انا كان ردي عليها ان انا كامير لما هاجي اكل انا باكل الحاجات الاصليه دايما، يعني حتى في رمضان انا الكنافه الساده، البسبوسه الساده، ما بحبش الحاجات الجديده. انا علشان اواكب السوق اواكب العصر، حضرتك شايف احنا في عصر تطور، في التكنولوجيا بقت مسيطرة على معظم حياتنا. الناس بقت عارفة كل حاجة من بره ومن جوه، فبقاش ينفع ان انا ابقى واقف في مكاني وملتزم باصناف واحدة ما بعدلهاش، هتأخر كتير في السوق. ردي الوحيد في الموضوع ده ان انا الاساسيات موجودة عندي ما بلغيهاش، يعني البندقية ما زالت موجودة زي ما هي. بعمل القرص الحلاوة القديم اللي من ايام جدي بيتعمل، بعمله بنفس تفاصيله بنفس جودته بنفس كل حاجة، بس بعمل الاصناف الثانيه مواكبه للسوق يعني. امير ايه اكتر حاجه بتتباع في حلاوه المولد؟ اكتر حاجه لو ناس كده لو كل حاجه سايبه. تمام. سايبه. اكتر حاجه الناس بتاخد منها ولازم على طول. ملبن عين الجمل. ملبن عين الجمل. الجمل بيسموه الملبن، المصريين بيسموه ملبن الحبل، ان هو بيبقى حبل. موجود هنا؟ موجود. خليك انا اسعد. ده اكيد ده مظبوط. اوكي. بس وده بقى اللي هما بياخدوه، ده اكتر حاجه بتتباع. طبعا عين الجمل طبعا. هو حلاوته في ان هو ما فيهوش لعب كتير، خفيف. عين الجمل. اوعى تقول كلمه خفيف. لا خفيف والله. ملبن مليان. حلاوه المولد من الحلويات الخفيفه فعلا. انا بشوف ان هي ما فيهاش يعني المكان اللي يعملها بحجم سكر عالي ده مش صح، ده مش مظبوط يعني. يعني بجد ما بتبقاش مسكره قوي الحاجات دي؟ يعني حلويات رمضان لا، انت في كارثه بقى، سمنه وعسل وكل انواع الامور الثقيله. انما حلويات المولد فعلا خفيفه. ده المارشميلو. مارشميلو؟ ده جديد ده مارشميلو. بيتعمل طول عمرنا يعني موجود عندنا المارشميلو بس اللي هو بيسموه القشطه اللي الاستاذه عاملاه. ده يعني ده الاورينتال حلويات المولد. انما ده المارشميلو الاصلي بقى. في عندنا وتعملوا كذا لون الالوان. الاطفال ما حابينه قوي كتير يعني، الاطفال يحبوا الشكل ده وطعمه جميل جدا. امير الحسيني انت شرفتني. ربنا يخليك. قعدت بقى تقول لنا كده على شويه حاجات الفوليه والسبسبيه والحاجات الجديده والملبن وفي 100,000 حاجه يعني. انا هاكل منها كلها. امير الحسيني انت شرفتني ونورتني ان شاء الله. نهار كل سنه وانت طيب. وان شاء الله بقى في مره ثانيه تجيب لنا الفطيره اللي بالبسبوسه والكنافه. فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. استنونا. ورجعنا لكم دلوقتي بقى، هنرجع تاني لهدى. ازيك يا هدى؟ الحمد لله. قولي لنا بقى انت عملتي ايه؟ انا كورت الشكلمه، بكورها صغير شويه عشان هي هتنفش شويه في الفرن. اوكي. ف
فبكورها كده عادي، وايدي بيبقى فيها ميه او زيت عشان بس ما تلزقش في ايديا، وبزينها باي حاجه ممكن كريز زبيب اللي انا عايزاه، وبحطها في الفرن على درجه حراره 180 قد ايه؟ لمده 10 ل 15 دقيقه. طيب قولي بقى للناس انت هتعملي ايه لحد ما ادخلها الفرن. دي بقى القشطه اللي هي اخر حاجه، انا هنا حاطه على النار كوبايتين سكر وثلاث ارباع كوبايه عسل جلوكوز ونص كوبايه ميه ومعلقه صغيره من الفانيليا عشان يبقى طعمها حلو. دي القشطه اللي انت هتعمليها؟ اه دي القشطه بختبرها برضو، بس الاختبار دلوقتي انا مش عايزاه بقى يقطم معايا عشان القشطه ايه هشه، هتبقى هشه. اه فانا عايزاها تبقى كده. اوكي تمام. الناس شايفه؟ الناس شايفه. عايزاها تبقى طريه. تمام. فانا بس اخليها على نار هاديه لحد ما احط هنا في العجانه نص كوبايه ميه دافيه. ايوه الميه عايزاها دافيه عشان الجيلاتين يدوب فيها شويه، معلقتين كبار من الجيلاتين. حلو تمام. وعايزه بقى اقفلها. استني اقلب بس الميه الدافيه مع الجيلاتين. وبعد كده بتقومي مكمله عادي القشطه. اه بقى كده تمام يا هدى، بصي كده عليها. اه تمام. انا عايزاها تتقلب بس انا عايزاها بقى شغاله على وسط يعني اهو. انت انت بعد كده هتحطي عليها احط عليها ده يعني سرسوب كده حبه صغيرين. يلا القشطه دي اللي كان لسه دلوقتي امير بيقول لنا وهدى ان هي من اكتر الناس اللي بتحبها في حلاوه المولد. اه بتحطيها كده حاجه بسيطه شويه بشويه بشويه عشان ما احطش على طول يبقى سخن قوي. اه وتفضل بقى معموله على الوسط بس ممكن نسرع شويه. حاضر كده كويس ولا ايه؟ ولا وطي؟ لا ممكن تعلي كمان واحده بس كده. تمام. ونفضل بقى نعمل الموضوع ده قد ايه؟ نسيبها كده قد ايه؟ لحد ما تبيض خالص ويبقى قوامها تقيل شويه. وبعد كده بتبقى عامله ايه؟ بعد كده بقى انا محضره الصينيه، هي دهنها زيت وحط عليها شويه جوز الهند عشان تبقى متغلفه بجوز الهند. اوكي تمام. بحط الكميه كلها بس لازم اكون محضره الصينيه ديت عشان انا عايزاها على طول، اول ما ده يخلص احطها في الصينيه على طول. اللي هي الصينيه دي بتقومي حط عليها زيت وحط عليها جوز هند. زيت من الارضيه والجوانب عشان ما تلزقش. تمام. بتقومي عاملاها كده لحد ما تبيض. عايزاها بقى تعلى بقى خالص اهو. مبسوطه؟ دي ابتدت البياض بتعلى. ايوه يبدو لون الابيض بس هتاخد وقت شويه. ادينا بقى الفكره. وبعد كده هي انا هفضل سايباها لحد ما يبقى قوامها تقيل. اوكي. عامل زي الكريم شانتيه تقيل كده. طب انا بقى هروح لايمان واحمد وانتي اشتغلي. هنسيبها شغاله بالصوت ولا ايه؟ لا خلاص استني احنا هنطلع بقى اللي انت عاملاه جاهز. ممكن كده اللي هنطلع اللي انت عاملاه جاهز بس خدي بالك. طيب. من الفرن. طيب أوكي. انا جاي بقى لايمان واحمد. ازيكم؟ ازيك يا استاذ؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ازيك يا ايمان؟ الله يسلمك. احكي لي يا احمد، عرفت منين انك انت احمد وايمان؟ قبل ما انسى، من اكثر الناس اللي انتوا هسمعوا صوتهم دلوقتي بينشدوا بيعملوا اناشيد، والنهارده طبعا علشان خاطر المولد النبوي الشريف فهيعملوا اناشيد بقى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بدات منين يا احمد؟ قول لي عرفت منين ان صوتك كويس جدا في الاناشيد والحاجات دي؟ هو قبل اي حاجه طبعا انا سعيد ان انا مع حضرتك النهارده. والله ده شرف ليا. وسعيد ان انا في شارع النهارده يعني. والله ده شرف للشارع كله وشرف للناس. ان شاء الله نقدر نسعد مشاهدينا يعني. ان شاء الله اعرفكم بقى احمد عاشور وايمان ابو العلا علشان يبقى الاسم كامل عشان تدوروا عليهم على الفيسبوك. تمام. انا اولا دخلت مجال الانشاد دي من حوالي 3 سنين تحديدا يعني، ولكن امتى عرفت ان انا صوتي حلو؟ ده كان زمان في المرحله الابتدائيه. الفضل طبعا يرجع لاذاعه القران الكريم بعد ربنا، لانها كانت شغاله عندنا باستمرار. فنشأت او تربيت نشأة دينية شوية، لقيت نفسي بسمع الشيخ المنشاوي، الشيخ عباس عبد الصمد، الشيخ محمود عيل بنا. ثم بعد كده لما كبرت شوية عرفت ان في حاجة اسمها ابتهالات، برضو اتربيت على صوت الشيخ ناصر الدين طبار. هي الابتهالات غير الاناشيد؟ طبعا في فرق. ايه الفرق؟
الابتهالات ارتجالات، بمعنى ان انا يعني مثلا ببتهل برتجل، بقول مش مقيد بلحن غير مقيد بلحن، بقول في كل المقامات، يعني مثلا اقول في مقام السيكا، مقام الهزام، مقام الصبا، بنوع في كل المقامات زي الموال بالظبط كده، او زي الابتهالات اللي بنشوفها في صوت الفجر دي اسمها ابتهال. ابتهال بيعتمد المبتهل فقط على الحنجره. أوكي. تمام. بالنسبه للانشاد بيبقى فيه ايقاع او فيه رتم، مثلا زي انشود قمر سيدنا النبي، ده اسمه انشاد ديني، المنشد بيصطحب الات موسيقيه زي الدف مثلا، زي الطبله وخلافه يعني. في برضو حاجه اسمها غناء ديني، يعني بتبقى اغنيه دينيه صغيره جدا مثلا 4 5 دقائق لا تزيد او لا تقل عن كده، يعني زي اللون اللي بيقدمه ماهر زين. أوكي. بتبقى برضو اغنيه صغيره بسيطه كده بس بيبقى فيها هدف كويس يعني. طب وايمان ازيك يا ايمان؟ الله يسلمك، ده شرف ليا كبير والله ان انا مع حضرتك دلوقتي. والله شرف لشارع النهار وليا انا كمان، سعيده جدا والله. قولي لي بقى بداتي ازاي او عرفتي منين انك انت، انا شايفك عامله فيديو على الفيسبوك وقاعده كده ومتالقه والناس كلها عماله بتعمل لك لايكس على الفيديو ده، بداتي ازاي او عرفتي منين انك انت صوتك حلو وتنفعي في الانشاد الديني والكلام ده؟ من وانا عندي 9 سنين بدات في المدرسه مع اصحابي وفي البيت، وماما هي اللي اكتشفت موهبتي، وبعد كده بقى بدات انميها بقى في الجامعه وقصر الثقافه ومسابقات بقى تبع الجامعه وكده. ربنا يوفقك. طيب علشان بس معاد فقرتنا، انا كان نفسي نقعد اكتر بكده بس ممكن تختم لنا بايه؟ ممكن نختم بحاجه جماعيه كده انا وايمان، قمر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يلا ايمان ماشي يلا بينا، بس اوعوا تطولوا لو مسكتوا المايك لازم ارجع لحدود قد ايه كده يعني؟ اقل من دقيقه. طب يلا يلا بس انا بشكركم الاول علشان خاطر انا هخلص وهطلع على طول على هدى، بس يلا خليك يا رب. ابدا يا احمد. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطر يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد، رسول الله يا خير البراء، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون الله الله، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. صلى عليه. احنا معانا هدى رشاد. ازيك يا هدى؟ شيفيستا صح؟ على اليوتيوب. شيفيستا بالظبط. شيفيستا على اليوتيوب. خلصت لنا بقى الفوليه والسمسميه والشكلمه والقشطه. يلا بقى قول لنا بقى سريعا القشطه. القشطه مش المفروض انها تتساب كده خالص خالص. يعني هي لازم تتعمل على طول. هي بتنحي مسؤوليتها على لا هو عشان بص يعني انت لو شايف بص هتلاقيها مسكت لانه ده سكر وعسل جلوكوز. فلازم في ساعتها يتعمل. في ساعتها لازم. طب حلو. بس احنا كناش طبعا قادرين نشتغل عشان الوقت. طيب بتجيبيها وتقومي حطاها بس بعدين. هي انتوا يعني احنا شايفين انها بيضت. تمام. هي هنفضل بقى احنا بنضرب فيها بالمضرب دوت لحد ما تبقى عامله زي الكريم شانتيه كده، قوامها تقيل ويعني وبتلزق كده. لزجه. لزجه جدا. هنحطها في الصينيه تكون مستطيله او مربعه قدر الامكان عشان تطلع مربعات زي ما احنا عايزين. وتقومي قصاها زي الملبن. بسيبها الاول 12 ساعة على الاقل يعني من مثلا من بالليل للصبح. بره التلاجة عادي جدا، ممكن اغطيها بحاجة بسيطة. وبعدين بقطعها بقى مربعات. طبعا بعد ما بحطها هنا بحط عليها جوز الهند من الوش كمان. لحد بقى يا هدى ما تطلع بالشكل ده. ايوه نبدا بقى تطلع لنا. ايه بقى مسكت نفسها وبقت عامله زي المارشميلو كده. تعالوا بس يا جماعه بصوا، تعالي اتفضلي هنا يا هدى. اوكي اهو ده كله اتعمل
في اقل من ساعه. السمسميه والفوليه وادي شكلمه حاجه كده، حاجه كده عمال هدى رشاد يعني شفيستا فعلا. طبعا انت بيت عندك كلهم مبسوطين بيكي، حاجه تشرف. انا بعمل للعيله. بتعملي للعيله كلها؟ اه. طب استني بقى انا هدوق. تحفه والله، كاني جايبها من بره بالذات دي، لان هي دي اكتر حاجه بحبها عشان جوز الهند. وايه تاني؟ والقشطه دي بقى اللي هي يعني بصي هي بقى ايه، بتعمل كده زي المارشميلو. اه بتبقى عامله بالظبط زي المارشميلو. اه هدى رشاد انت شرفتيني ونورتيني، جت عملت لنا حلاوه المولد زي ما احنا عايزين. انا شايف الناس اهي كلها قاعده بقى هتهجم على الموضوع. هدى رشاد شيفيستا على اليوتيوب، شرفتيني ونورتيني في شارع النهار في قناه النهار. اي حد بيعرف يعمل اي حاجه هيبقى شرف لينا ان هو ينورنا ويشرفنا في شارع النهار. ابعتوا لنا فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. استنونا. ورجعنا لكم الفاصل ولسه مكملين حلقتنا في حب رسول الله. مشرفني ومنورني دلوقتي المطرب زكزاك. ازيك يا زكزاك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله حلو قوي. انا مبسوط جدا ان انت معايا. لا انا مبسوط اكتر. انا شرف ليا ان انت تبقى معايا في شارع النهار على قناه النهار. العفو، ده شرف ليا ومبسوط جدا اني موجود في الاسره الكبيره جدا قناه النهار والبرنامج العظيم وكل الاعداد وكل الناس اللي شغالين ما وراء حضرتك يعني. ربنا يخليك. كله فوق الجمال وان شاء الله نستمتع كلنا النهارده. طب ايه رايك نسمع حاجه بعد كده نرجع نكمل كلامك؟ يلا. عايز تسمعني ايه؟ سمعك بالمناسبة الجميلة ديت، بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك. يلا بينا. بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك، خدامك ومريدك يا جد الحسن، حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله دلاله متغطي جماله دلاله متغطي جلاله، وتقعد باله تشوفهم الاتنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك، خدامك ومريدك يا جد الحسنين، حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، يا اجمل هدية من رب البرية، كل الدنيا دي يا جد
هدى الحسن ما هنت أمرها وانت اللي منورها ومفتح أسرارها يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسن يا ست الباتول يا عيون الرسول حبك مالي قلبي عمره ما يزول بنتك الزهرة وأمها الطهرة وأهل العباطرة ضمهم إليه بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسن حبيبي عليه الصلاة والسلام. ايه الحلاوة دي بالظبط؟ ايه الجمال ده؟ زجزاج عايز اسال سؤال، هو الانشاد الديني او الابتهالات او الاغاني حلو. هل بيفرقوا مع المطرب الثلاثه عن بعض؟ يعني ده بيحتاج مجهود اكتر، ده بيحتاج دراسه اكتر، انا مش فاهم، يعني انا حتى مش فاهم الفرق ما بين الثلاثه، فممكن تشرح لي؟ هو حسب الاختيار. يعني هو في فروع كتير في الفن، في انشاد، في رومانسي، في كلاسيكي، في يعني كل الفروع ديت بتختلف، كل واحد هو شايف هو هل هو بيقدم كل الانواع ديت ولا هل هو بيقدم نوع واحد. لو بيقدم نوع واحد لازم في اساليب معينه لازم يعني يمشي فيها، الاساليب المعينه ديت هي الدراسه الصح علشان يعرف يؤدي كل الاشكال اللي هتطرح عليه او اللي هو حابب يعني يدخل فيها ويتعمق فيها يعني ويبقى جدير بالفرع اللي هو مشي فيه لاخره ده. تحت بقى اي مسمى، تحت مسمى الانشاد، تحت مسمى الغنى الكلاسيكي، تحت الراب، الهيب هوب، الجيبسي، الار ام بي، كل الاشكال دي لازم لو ما فيش دراسه كويسه مش هيعرف يؤدي اي نوع من الانواع ديت. بالنسبه للانشاد يضاف عليه اللهجه والمرادف، المرادفات اللي فيها لازم تبقى اكتر شويه في الجزء بتاع اللغه العربيه يعني. هل في مزيكا جديده دخلت على او هل في مزيكا دخلت على الانشاد جديده؟ سمعت ان في زي الراك او الحاجات دي كلها دخلت على الانشاد. هو يعني كل الاشكال ديت موجوده، ايوه، وكل الانماط دي موجوده، بس بالنسبه لزجزاج هو عمل حاجه اسمها فيوجن أو مزج ما بين الشرقي وما بين الغربي وما بين كل الموسيقى المتعارف عليها عالميا يعني. ليه لا ما يتلعبش دوت؟ يتلعب ان هو الشعر يقدر يعني تقدر تصنفه زي ما انت حابب وتطوعه يعني بالشكل اللي يليق بيه، لان هو قوي جدا، فلو حطيته في شكل قالب لحن مش الطف حاجه، مش هيبقى في حاجه ثالثه. طب بقول لك يعني استقبال الناس الاجانب للميوزك وللنوع ده من الاناشيد والحاجات دي بيبقى عامل ازاي؟ هم بيبقوا شايفين ان في صدق جاي من ان هو حتى لو هم مش فاهمين الكلام، بيبقوا شايفين ان في صدق جاي من الجزء ده حتى لو هم مش فاهمين الكلام. اوكي. فده وكمان نضيف عليها حاجه كمان اللي هي
التراث المصري بتاعنا والقيم والاخلاق اللي اتربينا عليها غير اللي هم اتعودوا عليها. فلما بيشوفوا دوت في شكل المغنيين وفي اسلوب حياتهم والفرقه الموسيقيه فيبتدوا يشوفوا ده في حاله جديده بتحصل، يبتدوا يلتفتوا ليها ويشوفوا ان في فعلا ذوق مختلف وبتقرب كمان لكل الفئات. يعني ممكن يبقى في حد مش انترستد ابدا ان هو ممكن يسمع الاناشيد لوحدها بس لما بتدخل عليها نوع من انواع الميوزك ما هم مش فاهمين الكلام بس هم شايفين حاله بتحصل، فدوت اللي بيخلي فيه يعني فيه توافق يعني زي ما بيقولوا وبيسمعوا للاخر ويشوفوا الموضوع ماشي ازاي. وزي ما حضرتك قلت طبعا يعني. طب يلا انا هسمع، انا طول ما انا قاعد النهارده هفضل اقول لك اعمل لنا قول لنا حاجه قول لنا حاجه. ممكن تقول لنا ايه دلوقتي؟ ممكن نقول حاجه برضو بالمناسبه الجميله ديت. ايوه نقول لما بدا منك القبول. يلا بينا. لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى وزج بي عين الوصول وصرت بك مؤنسا. لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى وزج بي عين الوصول وصرت بك مؤنسا. فلست من قلبي تذول بين الصباح والمساء النظرة فيك يا جميل نعيش بها عيشنا رغد أنت المحبة والدليل من ذا يطيق عنك البعاد يا راحة القلب العليل فيك اجتمع كل المراد ولا يخفى نور ثناك وقد بدا للناس يلوح أوقدت في قلبي هواك وقلت لي إياك تبوح ولا يخفى نور ثناك وقد بدا للناس يلوح أوقدت في قلبي هواك وقلت لي إياك تبوح أم كيف لي أرى سواك وأنت لي جسم وروح النظرة فيك يا جميل نعيش بها عيشنا رغد أنت المحبة والدليل من ذا يطيق عنك البعاد يا راحة القلب العليل فيك اجتمع كل المراد. ايه الحلاوه دي يا زكزاك؟ ده انا بقيت في حته تانية خالص. لا نسقف. حلوه قوي يا زكزاك. عايز اسالك سؤال. انت كنت بتغني نوع تاني من الاغاني قبل ما تتجه
للابتهالات والحاجات دي صح؟ ايه نوع الاغاني اللي انت كنت بتغنيها وايه الشفت اللي حصلت دي؟ سببها ايه؟ او يعني كلمني عنك شويه يا اخي. ماشي طيب. يلا. انا كنت في مدرسه اسمها الهيب هوب. هيب هوب. وبعدين طلعت منها دخلت في الار ام بي، وطلعت منها دخلت في الاورينتال ميوزك اللي هو عرفني على الانشاد وعرفني على المقامات الشرقيه. وبعدين ربنا يعني في الاول وفي الاخر هو توفيق، فربنا يعني اراد اني ادخل في الجزء دوت، وبتنقل يعني كل شويه. يعني في حاجات كنت مع فرقه المصريين، كنت بغني حاجات شعبي، كنت بغني حاجات اجتماعيه، كنت بغني حاجات رومانسيه. يعني مفيش حاجه لازم ابقى واقف عليها، طالما ان ربنا اداني الموهبه وتتحمل ان هي تروح في كذا اتجاه ليه لا. فديت مرحله، بعد شويه هيبقى في مرحله تانية. ايه اكتر قبل مرحله كده كان في صعبة. مرحله هو كل مرحله بتبقى صعبه لان بتحتاج مجهود جامد قوي علشان اديها والبس الثوب بتاعها، يعني علشان ابقى مقدمها بانا مش بحد تاني. يعني هو كل واحد بيقول هو، مش بيقول اللي جنبه، مش بيقول اللي جنبه. فلو انا ما اديتهاش فعلا باتقان ودوت برضو بيعود على المستمع، لان انا بقدم لمين؟ انا بقدم للمستمعين وللجماهير. فلو دوت مش هتقدم لهم بالشكل الكويس ده ما عملوش بقى خالص، واروح اقعد بقى في البيت وبس وخلاص، مفيش حاجه تحصل ولا كاني عملت اي حاجه ولا كاني عندي موهبه. لكن الموضوع بيبقى صعب فين؟ في ان لازم ادرس كل حاجه ادخلها واعرف اصلها ايه وفصلها ايه، علشان بحترم المستمع ولازم اقدم له حاجه فعلا تليق بيه وتليق بقيمته، لان انا يعني حابب ان انا اقدم الشكل اللي يليق بيه وبروحه. يعني ان هو حاجه عظيمه جدا، الانسانيه حاجه عظيمه جدا، فلازم تبقى بتقدم لها الحاجه على اعظم وارقى مستوى. حلو قوي. معلومه وسؤال. المعلومه ان الفنان هاني شنوده كان هو مؤسس فرقه اسمها فرقه المصريين، وفرقه المصريين دي قال عليك يا زجزاج انك انت عمود فرقه المصريين. تمام. تفتكر ايه اللي خلاه يقول حاجه زي دي؟ بصرف النظر ان اكيد الفرقه كلها ليها كل التحيه والشكر والتبجيل وكلام وكل حاجه كويسه، بس ليه انت بيلر او عمود للفرقه؟ والله دي حاجه مسؤوليه كبيره قوي عليا، لان ده مسكار عظيم، وطلع اجيال، طلع الهضبه عمرو دياب والكينج محمد منير، واشتغل مع كبار الفنانين. ولما اتقابلت مع دكتور هاني شنوده ابتدى يبص لي بصه انا مش فاهمها، بس هو فاهمها لان هو عنده خبرات وعنده تراكمات من العصر اللي كان فيه واللي قبله واللي قبله، ان هو مطلع جدا على الموسيقى في كل الاشكال وعلومها كلها. فكان بيبص لي بصه كانت بتخليني عايز اقول له انت ليه بتبص لي كده؟ فقال لي انا شايف فيك اللي انت مش شايفه، انا شايف ان انت هتبقى مطرب الوطن العربي اللي جاي. فقلت له طب ليه كده؟ ده انا يعني ماشي واحده 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 عليا، بس انا لسه ببتدي، فليه تقول لي كده؟ الكلام ده من امتى بقى يا سيدي؟ الكلام ده من 2010. من 9 سنين مثلا بالظبط. فقلت له طيب ليه؟ قال لي مع الوقت هتعرف. انضميت لي للفرقه وابتديت اخد بالي ان هو بياخد باله من حاجات انا مش واخد بالي منها فيك. فيك بالظبط. يعني انا يعني بحب الاتقان جدا، ممكن اسهر كتير قوي علشان اذاكر المحتوى اللي معايا. زي ما قلنا لازم البس الثوب بتاعه علشان ابقى في ابهى يعني صوره. فهو ابتدى يلاحظ فيه حاجات وقعد يقول لي حاجات هو شايفها، قعد يقول لي انت عينيك بتلمع. طب يعني ايه الفكره يعني؟ حتى ده كله موجود متسجل يعني في جميع. ايه الفكره؟ طب اقول لي ايه الفكره ان عينيك بتلمع؟ قال ان دوت واحد ما عندوش خمول وعنده اصرار ان هو عايز يوصل وشايف النجاح، مش بيلعب. يعني انا فعلا واخد الموضوع بجد، يعني مش داخل العب، انا بحب الفن يعني. طب بحب الانسانيه، فعايز يعني امزج الاثنين دول. ليه اكسل واحيد عن الشكل ده وانا عندي قضيه مهمه جدا وحاجه انا بحبها وحاجه ساميه جدا؟ يعني ايه اللي يخليني اروح في اتجاه تاني هعمل ده؟ ف
فهو شايف المواضيع دي كلها وابتدى يحط النقط على الحروف اللي انا ما كنتش واخد بالي منها. طب ما تخليه هو بقى اكتر يقول لنا على الموضوع ده. هو معانا دلوقتي الفنان الموسيقار هاني شنوده على التليفون. لا لا اهلا مساء الفل. اهلا وسهلا. اهلا ازاي حضرتك يا حبيبي؟ معاك ابني العزيز زجزاج. يا حبيبي احكي لنا بقى عنه، عن زجزاج، وحضرتك قلت ان هو عمود فرقه المصريين، قول لنا كنت شايف في ايه؟ يعني هو بيقول ان حضرتك كنت بتبص له بصه هو مش فاهم، يعني ايه البصه دي؟ انت مبسوط بيا ولا متضايق مني؟ ولا بيقول انه كان عند حضرتك خلاصه الثقافات، الحاجات اللي ليها علاقه بالثقافات الغنائيه وكده، فحضرتك كنت شايف في حاجه، شفت ايه؟ شفت يا سعاده الباشا، انا مش شايف في حاجه، بس اللي قاله على لمعه العين دي، في ناس بتبقى مستعده تبيع كل حاجه في سبيل الفن، دول بيوصلوا. لما يجي لي واحد مثلا دكتور او مهندس او كده يقول لي اذا نجحت كمطرب خلاص هبقى مطرب، واذا ما نجحتش هرجع ابقى دكتور. ده مش هيروح لا هنا ولا هنا، ده ايدك منه الارض. ليه؟ ما عندوش الاصرار على النجاح، وما عندوش العين الاوير او اللي شايفه كل حاجه او الادراك، لان الادراك ده اهم حاجه في الفن، ان انت تمص الحياه اللي عندك وتطلعها فن، زي النحله ما بتعمل كده، تمص رحيق وتطلعه عسل. فزجزاج الو مع حضرتك يا فندم، اتفضل اتفضل. زجزاج كان متشوق انه يعرف كل انواع الغنى، الجاز، الشرقي، الابتهالات، البوب، كل انواع الغنى، وسمع كل انواع الغنى. ده المحصله دي كلها تخلي طريقته في الغنى مختلفة عن اللي ما سمعش غير لون واحد بس. فالثقافة الموسيقية مهمة جدا جدا للي هيبقى بيغني للناس، لأن اللي بيغني ده قائد الناس تمشي وراه على فكرة. واثنين هو الملحن بيعمل حاجات ويعمل توزيع وكذا وكذا وكذا، لكن في وقت معين بيسلمها للمطرب يعمل إبداعه. فأنا بشبهها بإيه؟ اللحن والتوزيع زي الخاتم، والمطرب أو المطربة فص هذا الخاتم. فإذا كان الفص معيوب فالخاتم كله ما يسواش. آه حلو قوي التشبيه ده. إذا كان الفص كله عيوب الخاتم كله ما يسواش. إيه النصيحة اللي حضرتك تحب تقولها لزجزاج؟ زجزاج مفيش نصيحة غير إنه يكمل وما يخليش حاجات الحياة تبعده عن فنه. وعن ان انا شفت له حفله كنت معزوم فيها وطلعت عزفت معاه، حتى حفله هو مسيطر تماما على الجمهور وعارف هو بيعمل ايه، وده موضوع كويس قوي. غير ان ساعات الحياه بقى تاخد الناس ويضطروا يعملوا حاجات، لا تتخلى عن زجزاج. زجزاج ده اللي ربنا خلقه، لان ربنا قال كل لما خلق له. انت مخلوق للغنى يا ابني، واستمر في ده، ما لا تروح يمين ولا تروح شمال، ونروح يمين ارجع ونروح شمال ارجع. حبيبي يا دكتور هاني، تحب تقول حاجه؟ اشكرك جدا يا دكتور هاني، وتعلمت منك كتير وعن حنينك، ويعني اقدم لك كل التقدير والشكر. حضرتك استحملتني كتير وعلمتني كتير واستفدت منك كتير، واتمنى اكون قد المسؤوليه ديت ويعود عليك يعني، واشرف حضرتك يعني ان شاء الله في المستقبل. ويعني اتمنى لك كل شايفه فين حضرتك كمان 10 سنين؟ شايف زجزاج فين كمان 10 سنين؟ بما ان حضرتك عينيك ثاقبه كده، واول ما شفته حسيت ان هو هيبقى في حته تانية. خلينا بلاش ده، انا من كلمه كنت هدوب قدامه. لا لا خلينا نعرف، يمكن انت في 10 سنين تزورنا في الشارع. عايزين نروح على خير دكتور. لا ان شاء الله تبقى خير. شايف خلي بال حضرتك ان من دلوقتي زجزاج طور كتير في الانشاد الديني، محدش بس واخد باله. مسير الناس هتقول ده فيه واحد لما هاني قال عليه هيعمل كده عمله، وكان عامله بس احنا ما كناش واخدين بالنا كويس. فالحاجات الصوفيه اللي هو بيعملها اختلفت كتير عن كل الناس بتعمله طبعا على فكره. وانا شفته في الحفله. وبعدين حاجه تانية كمان، المؤشحات اللي انا عامل له مؤشح لذيذ قوي اسمه ميل بينا،
وعمل له حاجة جديدة برضو في الإنشاد الديني اللي هي صلوا على خير الأنام، صلوا على طه رسول، صلوا على عيسى السلام وبركة مريم البتول. دي حاجة على فكرة لما الناس بتسمعها بتطلب إعادتها مرة واثنين وثلاثة، إنه بيبدع فيها إبداع غير عادي. موسيقار الفنان هاني شنودة، حضرتك شرفتنا ونورتنا باتصالك ده، ويعني شهادة لزجزاج وشهادة لينا كلنا. بشكر حضرتك جدا 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 على تليفونك. بحبك يا دكتور هاني، والموسيقى حياة. ميرسي ميرسي يا دكتور. ايه الكلام الحلو ده؟ ربنا يسعدك. ايه الكلام الحلو يعني ده؟ انا ما كنتش حابب اقول حاجات كتير، بس دكتور هاني اتفاجئت ان هو موجود معانا، فهو قال كل حاجة يعني، ما فيش كلام بيتقال بعد كده. حقك يا زجزاج. هتسمعنا ايه بقى؟ يعني بمناسبة ان دكتور هاني كلمنا في التليفون، فلازم نقدم له حاجة من الاعمال، فاحنا معنا ممكن نختم بحاجة دي نسيبها اوكي، ونقدم حاجة تانية. موشح 10/8 موسيقى عربية تقيلة، وعشان كل الناس كانت مفكرة ان دكتور هاني مثلا بيقدم شكل غربي مثلا، هو ده برضو الشكل اللي الناس دايما بتبقى واخدة صورة غلط عن اللي بيحصل. يلا ورينا على طول، قول لنا على طول. فهو لازم يبقى فيه غرب، لازم يبقى فيه شرق، لازم يبقى فيه كذا، لازم يبقى كذا. فدي حاجة من الأعمال اللي دكتور هاني قدمها عند الشرقي. يلا بينا. صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، حبوا سامح غني مدايح، قل إنشاد أو قل ترتيل، حبوا سامح غني مدايح، قل إنشاد أو قل ترتيل، آل البت وآل عمران، القرآن ويا الإنجيل، آل البت وآل عمران، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل، يا رب ارحم على أرضنا، نسب النبي ومن عندنا، خطوة عيسى على أرضنا، مصر يا وش جميل ومريح، بحب محمد والمسيح، مصر يا وش جميل ومريح، بحب محمد والمسيح، من في الدنيا بقى زينا، أو يتمنى ولا ينول، صلوا على طه الرسول،
صلوات الله عليه.